السلام عليكم أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تصحيح. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم بهذا الشهر الفضيل في الأيام الأخيرة هذه من الشهر المبارك. دائما نكون نراجع نفسنا في كل دقيقة، في كل تصرف، في كل يوم، في كل ليلة. وأكيد الناس لازم تتابع نفسها وتراجع نفسها، لأنه يوم الحساب صعب إذا كانت هناك الكثير من السيئات أو الوزن بالجانب السيء. أكيد لا تكون هناك فرصة لكي نعالج هذه السلبيات أو هذه الأخطاء أو هذه السيئات. إذا بنفس الوقت إحنا نقول في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل وقت إحنا نتابع نفسنا. اليوم موضوعنا هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نعود إلى الله؟ أو بالأحرى لماذا ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى؟ هل هي مغريات الدنيا؟ هل هناك خطط شيطانية أعوذ بالله، أو أتباع الشيطان من يريدون أن يغيرون بالدين الإسلامي أو المذهب الشيعي بشكل أخص؟ هل هناك نفس أمارة بالسوء تعمل على تدمير النفس البشرية والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى؟ بصراحة كما نشاهد وموجودة الإحصائيات، الكثير من السلبيات في المجتمع، الدمار والسرقة والمشاكل الزوجية وغيرها من هذه الأمور. ودائما نقول في برنامج تصحيح مو معناتها الكل أسود، بالعكس هناك ناس محافظة وجيدة وملتزمة، ولكن قدر الإمكان نضع النقط على الحروف، نحدد ما هو السيء لكي نصحح ويكون المجتمع أفضل. إذن أحبتي المشاهدين، كيف نعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو موضوع حلقتنا مع الدكتور فرج الحسيني الباحث الإسلامي معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا سيد الله فرج. وأيضا عبر السكايب الدكتور عقيل الفتلاوي الباحث والأكاديمي، أهلا وسهلا بك دكتور وتقبل الله أعمالكم. أهلا وسهلا بكم ورمضان كريم وتقبل الله أعمالكم، وتحية إلى مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. أهلا، أهلا وسهلا بك. أبدأ مع الجناب السيد فرج، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك مرة أخرى، شرفتنا ولو هذا شهر رمضان شوية تعبان الله يعينك، ولكن قدر الإمكان نوصل رسالة إلى السادة المشاهدين. بصراحة هذه يعني من أفضل العبادات، إحصال الرسالة الإسلامية إلى المجتمع. أحسنتم، أحسنتم. إحنا في حرب فكرية وحرب الكلمة. لإعداد هذه الحلقة هناك بعض الأسئلة جتني، نقول لك يعني هو خلص شهر رمضان هستوك الله تتذكر شلون تعود إلى الله سبحانه وتعالى. قلت لهم يابا هو المشكلة احنا فاهمين الموضوع انه فقط شهر رمضان هو المفروض أن أقرأ قرآن وألتزم وأكون حباب وأكون جيد، وفي شهر محرم وصفر أستذكر الإمام الحسين عليه السلام أو واقعة الطف. هذا الموضوع خاطئ، احنا المفروض في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل تصرف مع أولادي، مع عملي، وكذلك قضية الإمام الحسين عليه السلام، كلمة الحق ومواجهة الظالم في كل وقت، في كل زمان، في كل مكان. فأريد أبدأ بهذه النقطة، كيف ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى؟ كيف تغيرت هذه المفاهيم؟ ما هي الأسباب؟ ما هم الأشخاص الذين نغيروا بالمفاهيم الإسلامية أو المذهب الشيعي بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وعبادات مقبولة إن شاء الله، وقيامكم وصيامكم بعين الله تبارك وتعالى. أولا تحية لك وللضيف العزيز جناب الدكتور المحترم الباحث والمتخصص في الأكاديمية في الشؤون الشريعة الإسلامية، وكذلك تحية إلى جمهور فضائية كربلاء المحترم. في الحقيقة هذه الرسالة العبادية تعتبر من أهم الرسائل. الإعلام اليوم بحاجة أن نسلط الأضواء على المفاهيم الإسلامية حتى نساهم مساهمة عملية في نقل صورة عن الدين الإسلامي، صورة حسنة. الابتعاد عن الدين الإسلامي له حقيقة جملة من المعايير وجملة من العقبات التي أدت إلى ابتعاد الناس عن الدين. من أهم النقاط التي ساهمت بإبعاد الناس عن الدين هو الطرح الخاطئ للدين، وهذا ليس وليد اليوم. لاحظ في زمان الخليفة الثاني عندما أقصى أبو ذر الغفاري وسلمان المحمدي وعمار وعلي سلام الله تعالى على أمير المؤمنين عليه السلام وجملة من كبار الصحابة أقصاهم وأجلس اليهود وأصحاب القصص والخرافات، هؤلاء بدأوا حتى وأن دخلوا بالإسلام، هؤلاء بدأوا ينقلون ما تولد في أفكارهم من اليهودية والمسيحية والدجل والشعوذة والخرافات، بدأوا ينقلونها إلى الناس. فمنذ صدر الإسلام كانت هذه القضية قضية خطرة ومهمة وساهمت مساهمة فعالة كبيرة، ولذا تجد هذه القصص والخرافات والبدع عند المتدينين أكثر من غير المتدينين. ولهذا من النقاط الرئيسية اللي ساهمت في إبعاد الناس هو عدم طرح الدين بصورة صحيحة، هذا واحد. الأمر الآخر أنه دخول
شريحة كبيرة من المتطفلين ومن خارج دائرة الدين ودخولهم والتصدي لشرح معالم الدين. وحقيقة هذه يتحملها مسؤولية الإعلام وتتحملها، وأقولها بصراحة، الحسينيات والمساجد والجوامع هذه تتحملها. اليوم إحنا في شهر رمضان، شهر موسم ثقافي عبادي يتقرب الإنسان به مضاعف أضعاف مضاعفة إلى الله تبارك وتعالى. نجد هناك بعض الحسينيات، نجد هناك بعض المساجد تأتي بغير المتخصص من الدين، تأتي بشخص غير متخصص بالدين ويتصدى إلى شرح الدين، وبالنتيجة إذا هو لم يكن فاهم راح يصير كوارث. ليس أخطاء، راح يصير كوارث. النقطة الأخرى أنه تلقي الدين من المتدينين وعدم تطبيقه بالشكل الصحيح، لأنه صورة المتدين، وهذه رسالة إلى كل المتدينين، المتدين شاء أو أبى هو يعكس صورة حية وعملية عن الدين، سواء كان الصورة حسنة أو كان الصورة سلبية. لاحظ النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة في يوم من الأيام طالع إلى الصحراء ووجد امرأة أرادت أن تحمل الحطب فما استطاعت، فحمل الحطب دونها، وكان في أجواء مكة أجواء حارة ومسافة بعيدة بين منزلها وبين هذا التقاط الحطب حتى رجعت. فلما رجعت المرأة وكان النبي يحمل الحطب عنها، قالت له: يا بني ليس عندي نقود حتى أعطيك، لكن أنا راح أقدم لك نصيحة. شوف تعامل الخلق النبوي مع هذه المرأة. قالت له: ليس لدي مال حتى أعطيك مقابل خدمتك، لكن راح أقدم لك نصيحة. خرج في مدينتكم هذه ساحر اسمه محمد يريد أن يغير عقيدتكم إلى عقيدة مجهولة. فالنبي بكل هدوء قال لها: يا أمه، لاحظ، قال: يا أمه، حتى ولو كان هذا الساحر هو أنا؟ أعطاها درس عملي. هذه المرأة لا إراديا قالت: امدد يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمدا عبده ورسوله. ولهذا الأخلاق العملية، الصورة العملية كما هي صورة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله العملية التي ساهمت في جلب الناس إلى الدين، أو صورة بعض المتدينين الجهلاء الحمقى التي تساهم بماذا؟ بإخراج الناس من الدين. في قصة يذكرها الشهيد مطهري، يقول: كانت عائلة مسيحية قرب مسجد من المساجد، وكانت ابنة هذه العائلة المسيحية فتاة جامعية ودرست عن الدين الإسلامي واقتنعت بالدين الإسلامي. في يوم من الأيام عند أذان الفجر كان المؤذن صوته غير جميل، أذانه غير صحيح، لا يراعي حق الجورة للمسجد. هذا من أخلاق هذا المؤذن. للأسف الشديد هذه المرأة رفضت الإسلام. في اليوم في الصباح اليوم جاء أبوها وحامل هدية إلى مؤذن المسجد، فقال: أنت مسيحي وأنا مؤذن مسجد مسلم، كيف أنت تهدي لي؟ ما هي العلاقة؟ قال: لأن بصوتك البشع وطريقتك الفظة أن ابنتي ابتعدت عن الإسلام، وأنا أشكر الله أنه بقت على المسيحية. ولهذا إذا نلاحظ سيرة العلماء وسيرة المفكرين أو سيرة الأدباء عندما يجعلون شخص يتصدى إلى الدين، سواء كان على مستوى مؤذن، على مستوى إمام جامع، على مستوى خطيب، على مستوى محاضر، على مستوى إعلامي متدين، على مستوى إنسان مثقف أكاديمي، يختارون فيه جملة من الصفات حتى يكون عاكس. ولهذا الحديث الإمام صادق السلام يقول: شيعتنا كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، وحديثنا غيركم كونوا لنا دعاة صامتين، أي بأفعالكم لا بأقوالكم. كل الأسئلة تقريبا جاوبت عليها، حتى نأخذ فرصة مع الدكتور عقيلي ويبتسم حاليا. مرحبا بك دكتور عقيلي مرة أخرى. بصراحة من خلال عملكم في الجانب الأكاديمي أنتم تشاهدون الكثير من الحالات السلبية والإيجابية، حتى لن نكون سوداويين، ولكن السلبية تؤلم أكثر، وخاصة من ناحية الشباب الولد أو البنات بالطالبات. كيف ترى المشهد الآن؟ كيف ترى المجتمع الآن؟ هل هناك ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى؟ وما هي الأسباب برأيك؟ تفضل. واحد السيد في قضية الابتعاد، وأضيف في مفهوم المصطلح نفسه، هنالك ابتعاد وهنالك إبعاد. الابتعاد طبعاً إلى أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. أما الإبعاد فهو تطرق إلى جانب منه سماحة السيد في قضية أنه التطرف، ربما حتى في طريقة الخطاب الديني. الخطاب الديني المتطرف يؤدي إلى الإبعاد. ربما المثل، طبعاً هذه طبعاً للقلة، لا نتحدث عن الكثرة. ربما المثل الذي يمثل الجانب الديني
المثل اللي دائما الناس تحاول أن تنظر إليه بشكل واقعي، بشكل ملموس، بشكل عملي. إذا لم يؤدي غرض الحقيقي، إذا لم تكن معاملته حسنة، بالتالي فهو راح يكون عنصر سيء ولا يمثل حتى الجانب الديني. صحيح. فهذا راح يؤدي إلى عملية الإبعاد. وأيضا لخطاب الدين المتطرف المتشنج. نعم. اللي يدعو إلى القتل، اللي يدعو إلى كثير من الأمور اللي يبتعد عنها الإسلام والتي لا يريدها الله. نعم. الله سبحانه وتعالى هو الله، من اسمه هو السلام. وديننا هو دين الإسلام. صحيح. ولذلك أنه الجانب العملي مهم جدا. فإذا ما ذهبنا إلى التطرف حتى في الخطاب الديني، وإذا ما كان المثل هو ليس بالمثل اللائق لكي يحتذي به الشباب أو يحتذي به الناس في عملياتهم اليومية وسلوكهم اليومي وسلوكهم الاجتماعي، بالتالي هذا سوف يؤدي إلى الإبعاد. جميل. أما الابتعاد، طبعا هذا الابتعاد بجانبين. الابتعاد الجانب المباشر اللي يخص الشخص نفسه، اللي طبعا من خلال ربما ترك الصلاة، الذهاب إلى الموبقات، الذهاب إلى الحرمات، أو المكان العمل الخاطئ. هذا يخص الفرد نفسه، هذا أكيد راح يجد في مسافة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر بهذه المسائل، وبالتالي راح تكون مسافة ومساحة من الفجوة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب. أما الأسباب الغير مباشرة، أكيد هاي راح البيئة المحيطة اللي يعيش بها الفرد نفسيته، هاي راح تكون عامل مؤثر وعامل سيء جدا، تؤدي أيضا إلى ابتعاد الفرد وابتعاد الشخص وابتعاد الشاب والشابة عن الله سبحانه وتعالى وعن ما يريده الله سبحانه وتعالى. أحسن. رفقة السوء. رفقة السوء أكيد هي من ضمن هذا المجال اللي نتحدث به، اللي يؤدي إلى ابتعاد الشخص عن الله سبحانه وتعالى أو عن ما يريده الله. طيب هل ممكن أن تكون هناك نسبة معينة على الشخص هو بحد ذاته دكتور عقيل؟ يعني أنا ممكن تأتيني بعض الأفكار السلبية أو الشيطانية، أعوذ بالله، أو النفس الأمارة بالسوء، وهسه إن شاء الله خلال الحلقة نذكر ما هو الفرق، ولكن ممكن تأتيني بعض الأمور السلبية، والله فلان مو خوش، والله فلان مو زين، قدوة غير جيدة للدين، فخلص أنا أترك الدين وأروح للأمور السلبية. يعني هذا غير معقول وبدون منطق. أنا ممكن أشوف شخص غير جيد أتركه، ما أترك المبدأ. يعني مثل ما ذكر سماحة السيد قبل قليل، ممكن دكتور غير جيد، أنا ما أقول كل الأطباء مو زينين، أو أستاذ بالجامعة أقول كل الأساتذة مو زينين، أو سيد معمم وأقول والله كل الحوزة مو زينة، المفروض هذا مو صحيح. نعم، يعني طبعا أكد كلامك هذا. طبعا قلنا أكو عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة، وهي راح تتبع على قوة الشخص ومدى إيمانه ومدى ثباته. بالتأكيد أنا عندما أشوف المثل السيخ وما أقتدي به، وأني أقول كل الناس في هذه المسألة، وبالتالي يجب أن أترك الدين لأنه وجدت المثال السيء. بالعكس، ولكن هذه عوامل تجتمع. إحنا نتحدث عن جانب عملي، عن جانب واقعي، عن سلوك حياتي، سلوك يومي. لأن الدين بحقيقة ترى الدين بسيط. الدين ليس بالعقدة وليس بالعقدة الكبرى أو المعقد اللي يبتعد الناس عنه، ولكن هذا العمل اليومي والسلوك الاجتماعي بالتأكيد راح يكون عامل ومؤثر. هذا راح يؤدي ربما إلى زعزعة والتقليل من مدى التأثير في سلوك الأفراد بقربهم من الله سبحانه وتعالى وابتعادهم منه. هذه نسبة، طبعا هي نسبة. نعم. نسبة مئوية. وهنا راح تعتمد على اليمين، راح تعتمد على الحصانة اللي يمتلك الفرد، وهاي الحصانة أيضا يجيبها منين؟ ربما من بيئته، من دراسته، من اختلاطه، من مناهج. احنا لا ننسى، احنا خلي نحمل حتى المؤسسة التربوية. أحسن. والمؤسسة الدينية. أحسن. أن تفعل ما عليها. هي عليها واجب بصراحة. احنا علينا كل احنا واجب. احنا كاشخاص علينا واجب ان نؤدي رساله ما بصراحه. احنا مسلمين. نعم. احنا ناس مؤمنين، احنا علينا رساله. الرساله هي ليست شخصيه فقط، وانما نعم. انت لديك تاثير في المحيط اللي تعمل فيه. جميل جميل. كيف راح تاثر في ابنائك؟ صحيح. كيف راح تؤدي هذا المثل في جيرانك؟ نعم. انت لا تخلي جارك يعرف انك متدين من خلال لبسك ولا زيك ولا ربما المظهر اللي انت به. نعم. خلي يعرف انت متدين من خلال عملك. هذا ديننا يقول الدين المعامله. أحسنت. فبالتالي هذه العوامل كلها. نعم. وهذه الواجبات اللي كل احنا لازم نشترك بيها. هي راح تؤدي ربما الى تقليل هذه النسبه. نعم. النسبه خلينا نقول من الافراد اللي ربما يبتعدون عن اللي ياخذها حجه. نعم. اللي ياخذ هذه النقطه حجه ويحول وكانما هو يعني حقق انجاز. نعم. وأن لا نستسلم. يعني نعم. بالحقيقة يعني هذه دعوة لكل من يستمع، لكل شبابنا، لكل طلابنا، لكل نعم. الناس اللي موجودين، عليه أنه مو من أول هزة أن يستسلم. صحيح. وعليه أيضا أن لا ينظر إلى بعض الأمثلة اللي موجودة بالحياة ويعتبرها نعم. هي المثال وانتهت الدنيا في هذه. أحسنت. القضية. وعليه أن يقول لا والله لربما الدين ما أدى الغرض الحقيقي، والدين كذا والدين كذا. لا لا نعم. الدين دائما هو دين نقي.
أحسنتم. الدين هو دين الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. الدين هو دين محمد. بصراحة. الأئمة من بعد محمد. هذا سلوكهم غلط، نقرأ تراثهم ونتعلم من تراثهم، وهذا واجب من أستاذ أحمد. هذا واجب من، هذا واجبنا إحنا، واجب المؤسسات التربوية، أنه التفكير. يعني واحدة من الأسباب أنا اللي أضيفها في مسألة الإبتعاد ربما هي عملية التفكير. يعني هذا التفكير مهم جدا، وهذا التفكير يجب أن يبدأ من المراحل الأولى للدراسة. جيد. يعني عفوا دكتور، أنا سأجاوبك بالتدرج، لأنه أنا في طبعي يعني في برنامجي تصحيح أخذ جانب الشخص المشكك حتى أجاوب على كل الأسئلة. بس قبلها أنا أستذكر يعني من خلال كلامكم العام السابق، يعني برنامج الحمد لله صار 3 سنوات، كان في ضيافتنا باحث من بريطانيا وهو مسيحي، وإجا يطلع على المراقد المقدسة والديانات بشكل عام بالعراق، وكان هنا ضيف في برنامجي. ذكر حادثة مثل ما ذكرت سمعت سيد، أنه شخص موجود في منطقتنا يعني في مدينتهم يقول أنا أكره كل المسلمين ما عدا جيراني. يقول من خلال بحثي دا أسوي بحث عن الإسلام أو التشيع، فدا أشوف رد الفعل الناس، فقال لي أنا أكره كل المسلمين ما عدا جيراني. فقال هاي الجملة، قلت له شنو هاي؟ قال لأنه أنا في يوم من الأيام كنت بالعمل وزوجتي تخربطت وأخذها وياه بالسيارة وراح المستشفى. يعني هو نظر للموقف العملي. أحسنت. نعم مثل ما تفضلت حضرتكم. بلي. أنا مرة من مرات عطلت عندي بعض الأجهزة الكهربائية بالبيت أو الحاجة أنا كنت أريدها، راح جاب أجهزته وخلاها يمي وردت أرجعها، قال لي لا هاي هدية لك لأنه إحنا جيران، لأنه إحنا الرسول عندنا يقول كذا، لأنه إحنا ديننا يقول كذا، لأنه إحنا أهل البيت يقولون كذا. فأؤكد على هذه النقطة، كيف يعني نحمل هذه المسؤولية سمحت السيد، الشخص المؤمن الملتزم كيف يتصرف مع كل هذه الضغوطات والصراحة يعني البرمجة العقلية السلبية بالمواقع التواصل الاجتماعي، بالأفلام، بالمسلسلات، الطمع، الجشع، الحقد، كل هذا موجود. في الحقيقة ما أشار إليه الأستاذ الدكتور كلام جدا دقيق وجدا صحيح، وأنا أحيي هكذا أكاديمي مثقف على هذا المستوى، وهو مفخرة لنا يعتبر. في الحقيقة هي المسؤولية مسؤولية تضامنية ومسؤولية شخصية. أولا فيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية، يجب على الإنسان أن يتثقف بالثقافة الدينية، وطبعا هذا مو ترف، هذا أمر واجب فقهي. ولذا في بداية الرسالة العملية، بداية الرسالة العملية الفقهاء كلهم يذكرون هذه العبارة، يجب على الإنسان أن يتعلم المسائل المحل ابتلاء ومحل الشكوى والابتلاء. الإنسان من جانب العقيدة عليه أن يثقف نفسه، والحمد لله اليوم عندنا فضائيات وعندنا محطات وعندنا أجهزة، يعني قنوات مرئية ومسموعة ومكتوبة في إبراز الدين الإسلامي، وهذا الإنترنت والمواقع الرسمية للمراجعة بشكل سريع، خصوصا في شهر رمضان هو شهر ثقافي. أضاف لأنه هو شهر عبادي شهر ثقافي، ولذا لاحظنا أنه في الدين الإسلامي ربما شريعة المحمد تختلف عن الشريعة الموسوية أو تختلف عن الشريعة العيسوية بتقديم قضية العلم. العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان يقول أن هناك أكثر من 800 آية، وهذا رقم دقيق، أكثر من 800 آية تدعو الناس إلى التدبر والتعقل والتفكر. ولهذا عضدها النبي صلى الله عليه وآله في حديث صحيح وارد في حديث في كتاب الكافي، اللي هو من أجل كتب الإمامية، وهو كتاب معتبر جدا وكتاب له قيمة حديثية عالية المستوى. هذا الحديث ينص على أنه دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مسجده فوجد طائفتين من الناس، طائفة تصلي وطائفة يتذاكرون العلم، فجاء وقف عند المصلين وقال أنتم على خير، ثم تركهم وذهب إلى الذي يقف يتذاكرون العلم. فقام إليه أبو ذر الغفاري قال يا رسول الله رأيناك تركت المصلين ووقفت عند الذي يتذاكرون العلم، فقال يا أبا ذر إن مذاكرة العلم ساعة أفضل عند الله من عبادة سنة. خلونا نحلل هذه السنة حسب، بس أنا ضد هاي الأرقام حتى واحد لما يلفظ لفظة سنة عبادية شنو لفظة سنة، يعني معناتها 30 يوم واجب صيام مثل شهر رمضان المبارك. عندنا
6205 ركعة واجبة. 6205 ركعة واجبة. عندنا مرة ذهاب إلى الحاج، عندنا طيلة السنة أنه لا ترى بعينك الحرام، لا تسمع بإذنك الحرام، لا تتكلم بفمك بالحرام، لا تأكل الحرام، لا كذا. هذه كلها نجد أنه مذاكرة ساعة. العلم ساعة. بل استغرب أبو ذر الغفاري فقال يا رسول الله ساعة مذاكرة العلم تعادل هذا الكم الهائل من العبادات؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر إن مذاكرة العلم ساعة أفضل عند الله من عبادة 70 عاما. تعال نحلل 70 عام، تعرف 2100 يوم صيام، تعرف صلاة إيش قد؟ 433,000 ركعة، ما يقارب 500,000 ركعة في ساعة. في ساعة. فاستغرب أبو ذر، فهنا رفع النبي صوته صلى الله عليه وآله قال يا أبا ذر إن مذاكرة العلم ساعة أفضل عند الله من الدنيا وما فيها. جاء الآن جواب سؤالكم إنه كيف تكون ساعة أفضل. رجل قام إلى الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله ورد حديث عن جدك رسول الله هكذا، ما الأمر؟ شنو ساعة أنا أجلس في مذاكرة العلم، ساعة أنا أتعلم أحكامي أفضل من عبادة هالكم هائل؟ لا لا طبعا مو أصل وما صوم، مقابل أجر الثواب. ناس يجي تفكر المشكلة أي أجر الثواب. أنا بس أريد أبين هذا الحديث حتى نعود اللي تفضلت به. فقال الإمام صادق عليه السلام نعم هكذا ورد. قال لماذا؟ كيف؟ ما هي العلة؟ هنا النقطة المهمة اللي أرجو المشاهدين ينتبهون هذه النقطة. الإمام صادق عليه السلام قال لأن العالم إذا وردت عليه الفتنة دفعها عن نفسه ودفعها عن الناس، والجاهل العابد إذا وردت عليه الفتنة ركس فيها. ولهذا جملة من الصحابة، جملة من المثقفين، ثقافة يعني مو دينية، ثقافة أخرى مو دينية، أقل شبهة من الشبهات يسقطون فيها. من هذه الشبهات هذه اللي تفضلت بي أنه أنا خلاص ليلة القدر، هذه ليلة أوة البارحة كانت ليلة القدر، فيجون لك واحد يقول هو ليلة القدر خير من 1000 شهر، فأنا ممكن لا مو هالشكل، هذا نوع من أنواع الجهل. ربما هذه الشبهة كثير من الناس، كثير من الناس انحرفت عن الدين، بل أستطيع أن أقول استنادا إلى العلماء ليس قولي، وتحديدا الشيخ المرجع الدين الكبير ناصر مكارم الشيرازي صاحب التأليفات العظيمة نفحات القرآن، وأنا أدعو الشباب أن يقرؤوا لهذا العالم الجليل. هذا عالم مفكر، هذا رجل اخترع طريقة بالتأليف، طريقة فريدة من ناحية أنه عمل مؤسسة من العلماء، وبدأت هذه المؤسسة هي تؤلف ليس بقلم واحد. أنه يقول السبب الرئيسي لابتعاد الناس عن الدين هو الجهل، السبب الرئيسي، لأنه يصدق في كل كلمة، يصدق في كل خرافة، لا يميز القدوة من غير القدوة. ولهذا القرآن يقول ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس كنت أنا أو كان زيد أو كان عمرو. العترة الطاهرة مضافا على النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء 14 معصوم هو القدوة، فلننظر ماذا فعل هؤلاء ثم نقتدي بهم. أما مثلا على سبيل المثال كان صحابة من الصحابة الزبير بن العوام، كان خامس رجل في الإسلام، ابن عمة النبي، لم يبايع الأول والثاني، كان له جملة كبيرة من المواقف الطيبة، لكنه بسبب جهله بالاقتصاد الإسلامي وعدم فهمه لموضوع توزيع الحصص الإسلامية انحرف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وحتى لما جيش جيوش وراح في ضحية هذه الجيش 10,000 من المسلمين، أمير المؤمنين ماذا قال؟ لاحظ صدق علي بن أبي طالب، لاحظ الاستقامة، لاحظ الإنصاف. عندما وجده مقتول قال السيف كم دفع الكرب عن وجه رسول الله، حفظ له هذه المدة اللي قبل الانحراف. ولهذا الابتعاد عن الدين السبب الرئيسي فيه هو الجهل. هذا فيما يتعلق بالشخصي، أما إذا عدنا وقت فيما يتعلق بالتضامن العام. خلي أروح للدكتور. كان سؤالي دكتور على قضية المجتمع والشباب، هو أيضا يعني لديه مشكلة كبيرة بصراحة، أنه لا يبحث، لا 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 يختار، لا ينتقي. أكثر من مرة أقولها في برنامج الصيح، كثير من السادة، يعني أقصد بالجانب الحوزوي أو الأساتذة أو العلماء أو الكتاب أو الباحثين، لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا دائما نقول مو ضد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نختار الأفضل من عندها. عندما يكتب شيء، عندما يذكر شيء، عندما يشير إلى نقطة، ترى المشاهدات أو المتابعات للأسف قليلة. وبالتالي عندما نرى منشور أو موضوع بسيط وعذرا للكلمة تافه، ترى الناس يعني وكأنما جيوش مجيشة حول هذا الموضوع.
أي كلمة أي تحشيشة بما تقال في مجتمعنا، نكتة تنتشر بالشارع وعند الأطفال نسمعها للأسف، كلمة جيدة ونصيحة الناس تستهزئ به ويقول يا معود إيه ما يخالف، هاي مشكلة أيضا هي على جانب المجتمع أيضا على جانب الشباب. نعم طبعا بالتأكيد اللي تفضلت به أستاذ العزيز، لأنه الآن الشباب بصراحة خلي لا ندب اللوم كله عليهم، البيئة اللي يعيشون بها في الوقت الحاضر هي بيئة مضطربة وفيها تحدي كبير جدا. جميل. لأنه إحنا عندما نتحدث عن عملية التثقيف والجهل، طبعا أنا أرجع لكلام السيد في قضية الجهل، هذا نقطة مهمة جدا، أكو جهل وأكو تجهيل وأكو تجهيل متعمد وأكو أجندات للتجهيل. بمعنى إحنا البيئة اللي عايشين بها وثورة التكنولوجيا اللي عايشين بها، السوشيال ميديا والبرامج الإلكترونية والكم الهائل من البرامج، إحنا الآن وضعنا هذول الشباب هذول الطلاب وضعناهم في تحدي وتحدي كبير، ربما وأنا أقول لك هنا ربما هو أكبر من قابلية الاستعداد والتحصن والتحدي اللي يقدرون يواجهون به. هذا الكم كبير جدا، آلة التثقيف اللي وصلتنا هي آلة مهولة. مو الكل راح يقدر يصمد، مو الكل راح يقدر يواجهها، مو الكل راح يظل ثابت على بعض القيم والأخلاقيات والمبادئ ويقدر يعرف الحسن يعرف السيء، يدخل على المواقع اللي تهمه أو ربما يترك المواقع اللي ما تهمه. إحنا الآن ذابين بصراحة وواضعين قنابل موقوتة، وأنا أؤكد هذه القضية قنابل موقوتة بين أيدي الشباب. أشوف بصراحة هسه إحنا ليش نقول مرات علينا أن نتحمل مسؤولياتنا، المسؤولية الحكومية بصفتها دولة راعية، الدولة ترى راعية لكل المسائل اللي تحافظ على هذه المسائل اللي إحنا نبحث عنها حتى التقرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه أكو عملية تربية أكو تعليم تؤدي إلى تشوف أنه وزارة الاتصالات كثير من المواقع، المواقع الهدامة صحيح. المواقع اللي تحدثنا عنها التافهة، نشوف المواقع اللي لم تغلق لحد هذه اللحظة، يعني صحيح. أنا شاب أجيب أترك بيده موبايل، الموبايل هو أداة تثقيف، مرة تكون سلبية ومرة تكون إيجابية صحيح. أما أنا هذا الاختيار كيف يكون سلبي وكيف يكون إيجابي، يحتاج لبرامج نحتاج لبرامج كبيرة تتبناها المؤسسات كلها التعليمية والدولة والمؤسسة الدينية والمجتمع والأسرة، كيف أنه نوجه هذول الشباب نوجههم إلى الأمور الحسنة في استخدام السوشيال ميديا. ولكن أنا إذا تركت بهذه المتاهة الكبيرة أنه ذاب في هذه القضية صعبة جدا، وهو يشوف قدامه هذا آلة التثقيف الغريبة الرهيبة اللي هو الموبايل وهو يستطيع أن يدخل على ما يشاء من كل ما موجود فيها بصراحة. أحسنتم. طيب هذا أنا يحتاج لبرامج إذا أتفاعل وياه. نذكر الحلول عفوا أو البرامج أو كيف نثقف الشباب عن استخدام هذه المواقع، ولكن بعد الفاصل. أحبت المشاهدين فاصل ونكون معكم. ألا إن ربي قوي مجيد، لطيف جليل غني حميد، رأيت الملوك وإن عظمت، فإن الملوك لربي عبيد، فإن الملوك لربي عبيد. ومن يأمن الدهر في وعده، وللدهر في كل وعد وعيد، وإحسان مولاك يا عبده، إليك مدى الدهر غض جديد. ومن يشكر الله لم ينسه، ولم ينقطع منه يوما مزيد، ولم ينقطع منه يوما مزيد. ألا إن ربي قوي مجيد، لطيف جليل غني حميد، رأيت الملوك وإن عظمت، فإن الملوك لربي عبيد.
عبيد فإن الملوك لربي المشاهدين مرة أخرى وبرنامج تصحيح. اليوم نتحدث كيف نعود إلى الله سبحانه وتعالى بوسط هذه المغريات والمؤثرات والتشكيكات الموجودة، كيف نرجع إلى الله، كيف نحاسب أنفسنا. طبعا ذكر الدكتور عقيل الفتلاوي قبل قليل أنه هناك لابد أن تكون أساليب جديدة أو برامج جديدة أو طرق جديدة، وأكيد إحنا لازم نأكد على الخطوات التصحيحية. احنا برنامج تصحيح التي تقوم بها وزارة الداخلية، الشرطة المجتمعية، تحارب المخدرات، تحارب الابتزاز الإلكتروني، تحارب التسول وسلبياته طبعا بشكل عام. شكرا لهم، موفقين إن شاء الله. وكثير من الشباب تأثروا بهذه الحملات، بدأوا يعرفون شنو الخطأ، شنو الزين، شنو واحد يروح للمخدرات وممكن يضيع نفسه وصحته، ونفس الوقت أيضا يستخدم كشخص ويؤثر على آخرين. أكبر حقيقة للإعلام، يعني إحنا اليوم بحاجة إلى صناعة سينما مثقفة، سينما هادفة. سيدنا لا تخلينا نحكي على الدراما مال شهر رمضان، ذاك الأسبوع شنو تحكي عليه؟ هذه نقطة جدا مهمة. إحنا كل مسلسلاتنا بها مشاكل وبها إحنا اليوم سلبيات. اليوم شوف الصورة الحية اللي تنقل بالتلفزيون كمشهد تمثيلي أو كمشهد سينمائي أو ما شابه ذلك، هذا تأثيره أسرع من تأثير الكتاب. لأن الكتاب ما يقرأ بس المثقف، بس المسلسل أو التمثيل كل الناس يشوفه. فإحنا حقيقة يعني أولا دعوة إلى وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، مؤسسات الثقافية، الفضائيات، أنه إحنا بحاجة إلى إنتاج منتوج يؤدي إلى عكس ثقافة أصيلة، ثقافة إسلامية، ثقافة يشوفون النتائج شنو. أي يعني مثلا على سبيل المثال إحنا للأسف الشديد اليوم حتى برامج شهر رمضان المبارك برامج مو هادفة، بل أستطيع أن أقول هادفة بالاتجاه المعاكس. صح، يعني هي تربي على نشوء الجريمة، على ابتعاد عن الأجواء الأسرية، الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، أو هذا اللي أنا قبل قليل أشرت أنه الابتعاد هو إلى أسباب شخصية اللي ذكرناها، أو هذه أسباب تضامنية. يعني المجتمع المجتمع له دور كلش كبير، وحذاري حذاري أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن العذاب إذا نزل العذاب إذا نزل يشمل الجميع. وفي حديث قدسي روية في حديث عن الله تبارك وتعالى أوحى إلى شعيب: يا شعيب إني معذب من أمتك 100,000، 60 من الأشرار و40 من الأخيار. فقال شعيب: يا ربي الأشرار بذنبهم، فما بال الأخيار؟ قال: لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله تدل على أنه أساس البلاء يحل بالأمة إذا الأمة ابتعدت وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا إحنا بحاجة إلى الإعلام أن يؤدي دوره الرسالي، لأن بالحقيقة شوف يعني فضائية كربلاء من الفضائيات المتميزة. بماذا تميزت؟ تميزت بالهدف، بالرسالة الواعية، بالبرامج المثقفة. يعني أنا الآن أستطيع أن أخلي فضائيات كربلاء في بيتي وعائلتي تشاهدها. أما أنه هناك كثير من الفضائيات العراقية، وأنا أدعو الادعاء العام العراقي حقيقة وإلى الوزارة المختصة في متابعة البرامج والهيئات، هيئة الإعلام، أنه يلاحظوا ما يبث في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. هناك جرائم، هناك جرائم، جرائم كبرى جاي يبثوها ويعلمون الناس على الجريمة. مثل ما تقول حضرتك هذا كتربية أو كأسلوب يطوى كأنما دورة للشباب. يعني إحنا الآن للتجميل. إحنا الآن شوف إحنا الآن للأسف الشديد
اصبحت عوائلنا يعني نحمي عوائلنا من التلفزيون طبعا. في حين انه احنا هذا علم السينما علم محترم اذا ادى رسالته بشكل صحيح، علم لا يقل عن مهنه الهندسه ولا يقل عن علم الطب ولا يقل عن علم التاريخ ولا يقل عن كذا، لكن له سلاحين، اما سلاح السلبي لا سمح الله يهدم المجتمع او هذا يجب ان يقف عليه بالضد اولياء الامور، يجب على الوزارات المختصه، الدوله مثل ما تفضل جناب الدكتور عقيل، الدولة مسؤولة والدولة راعية. احنا اليوم بحاجة الى برامج تثقيفية، والبرامج التثقيفية مو فقط استوديو في فضائية كربلاء وحلقة ضيف ودكتور ومعمم قاعد وكذا، لا حتى هذه البرامج التمثيلية المشاهدة. شوف يعني انا عذرا ربما اخذت اكثر من وقتي وانا اروح الدكتور عقيل لا لكن اذا نتابع، والدكتور يمكن يأيدني على هذه النقطة، لو نتابع البرامج اليابانية في التلفزيون الياباني بعد الحرب العالمية كيف استطاعوا ان يعيدوا بناء دولتهم عبر السينما مالتهم. عبر السينما مالتهم، بينما تعال احنا اليوم سينمتنا شنو قدمت؟ لا بالعكس، هم يختارون اسوأ الشخصيات، فلوس وطشه اسوأ الشخصيات، بل اعطاء صوره عن المجتمع العراقي صوره غير حقيقيه. وهذه البرامج الهابطه والتافهه اللي جايه تنبث بالسوشيال ميديا او ما شابه ذلك، هذه حقيقه محل يعني خجل تنطرح امام الراي العام. اروح الدكتور عقيل، كان قبل الفاصل حديثي عن ما هي الاساليب، برايك ما هي الأساليب الحديثة اللي ممكن يتبعها حتى الشاب أو المجتمع بشكل عام يتحصن، يحفظ نفسه، يعرف شلون يواجه، يكون لديه اطلاع وثقافة بمواجهة هذه الحرب الفكرية؟ تفضل. طبعا بالتأكيد الدنيا تطورت هواي والأساليب كلها تقدمت، فعلينا أن نواكب حتى عملية التطور وعملية الحداثة اللي موجودة، ولدينا لازم تكون أسلحة في مواجهة التحديات اللي جاي نخوضها. بمعنى يعني اني الان هاي العقليه اللي يعيشها الشاب في عصر التكنولوجيا، لازم اني اجي وياه في هذه العقليه، وشون اقدر انميه واحصنه من كثير الامور السيئه اللي تؤدي به الى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، وتؤدي به الى سلوكيات منحرفه، وتؤدي به الى سلوكيات هادمه. لا تبني دوله، لا تبني مجتمع. السيد قبل شويه تحدث قال اليابان شلون تطور، فعلا تطور من خلال برامج، راحوا الى برامج التربيه والتعليم، راحوا بثوا القضايا تثير الهمه الوطنيه وتثير الهمه البناء وعمليه التحدي، والياباني يجب ان يكون على قدر المسؤوليه وبذلك نظف هذه الامور. طيب احنا في هذا التحدي جاي نعيشه وفي هذه المخاطر، واني اسميها هاي الصفحه الثالثه في تهديم هذا البلد. بالتالي هالبلد في كانتين، في مجتمع قوي، واذا اردنا نفتته علينا ان نضرب الوحده الرئيسيه اللي به هي الاسره، وعلينا ان نضرب حق القيم الاخلاقيه والقيم الدينيه اللي ادت بالمجتمع الى ان يكون متماسك. شنو اللي نسويه؟ احنا في هذا التحدي اللي نعيش به نشوف انه مراكز الشباب، احنا لانه في برنامج، اسمح لي انا اتحدث تفضل احمد، احنا في برنامج تصحيح، هذا برنامج تصحيح. احنا في هذا التحدي نروح الادوات اللي بامكاننا ان نكون ناجحين بها ونواجه هذا التحدي، نروح نتخلى عنها، اللي هو نروح نحول مراكز الشباب الى مجمعات سكنيه استثماريه. صحيح. نحول مراكز الشباب اللي تأويل الشباب وتحميهم وتمنحهم شوية عن الشارع وعن قضايا كثيرة ربما هي سلبية، وحشون أحتويهم وسوي لهم برامج أحولها إلى مولات وأحولها إلى أسواق. صح. طيب أنا شنو الأدوات اللي أقدر أشتغل بهم؟ وهي هاي الأدوات الحديثة والأساليب. أنا بمكان ما أجيبه للشاب، طبعا وقت الفراغ فالشي خطر. أنا علي أنه دائما هذا الوقت الفراغ اللي موجود عند الشاب بعد أن تنتهي السنة الدراسية وهذه المجال العطل اللي ربما هي الكبيرة وما عنده فرصة عمل، أني على الدولة أرجع وأقول هي بصفتها هي الراعية والمسؤولة. أوكي. وإحنا كل إحنا إنسان نبحث على هذه القضية، أن تجد له برامج، أن أرجع أعيد مراكز الشباب وهاي التجمعات الشبابية وأعمل لهم معسكرات. هذه المعسكرات هي ليست عسكرية وإنما هي هادفة تعلم حرفة تربوية تنموية. صحيح. نعم. دراسية تثقيفية إرشادية، شو تريد تسميها تقدر تسميها تعاونية. المجتمع باشر أكبر يحتاج إلى ناس متعاونين. أنت جاي تلاحظ أستاذ أحمد وسيد يمكن انه كثير من الشباب الان ما عنده هاي الروح مال التعاون. ليش؟ كله انا وبس، يعيش فردانيه. ليش فردانيه؟ انه هو عايش في عالم افتراضي، هو النهار كله لازم الموبايل ويشتغل بالالعاب الالكترونيه ويدخل على اليوتيوب ورايح الى قضيه وطالع من قضيه، عايش وين نفسه وين؟ في برامج افتراضيه. حتى اطفالنا. صح. واحنا ايضا نقول في برنامج تصحيح. تعال شوف الالعاب اللي جاي يشوفوها اطفالنا. لو تقيس لي نسبه الالعاب، انا اطلع لك نسبه 90% من الالعاب اللي موجوده هسه سواء على البلاي ستيشن او على الموبايل هي مدمره وتصنع مجرم. صح. اتحدث في هذه الصراحه، هذه الالعاب تصنع مجرم. واضح. يدخل الى برنامج ما اعرف شو يسمونه، الالعاب مال القتل
ويتعلم شلون ياخذ السكين ويقتل، ويتعلم شلون يجي يضرب، وتعلم شلون ياخذ سلاح الشرطي ويقتله. دكتور والله بصراحه من تحكي هذا الحكي بعض الناس شو يقول لك؟ لا هي لعبه ما تتاثر، وبالتالي احنا نشوف يعني بصراحه اكو برامج ببعض القنوات المحترمه يعني تصير القاء قبض على بعض العصابات، بعدهم شباب متوسطه من يسيل يقول له منين لك هذا الفكر؟ يقول له بلعبه بفيلم تصير عنده. نعم صحيح، هاي زراعه. نعم. الطفل بصراحه بدايه حياته هو ما ينطق. نعم. ولكن يحفظ، سجل عنده ريكوردر كلش قوي. نعم. تعلم من ابو ومن امه يحفظ الى ان يبدا ينطق. هذا النطق من نطقه ترى مو من فراغ، هو عمليه تسجيل. صحيح. بالبدايه أحسنتم. تسجيل. نعم. سجل ثم انطلق بالنطق. طيب. يعني هذا الطفل انا اعلمه على هاي الالكترونيات وما حصلته، فاني احتاج يا سلام. نعم. الى اساليب حديث متطوره، خلينا نقول تتماهى مع عقل الشباب اللي موجود هسه. اني ابحث عن برامج تنتشله الان الواقع اللي نعيش به، واني اسجل كلمه لربما من التاريخ في هذا البرنامج المحترم ووجود السيد المحترم. الله. نحتاج في هذا الوقت بعد شفنا السيئات والسلبيات الكبيره وبالذات المخدرات وافتها والسوشيال ميديا الخطر. صح. والمواقع التعبانه، نحتاج الى فتوى ونحتاج الى عمل كبير يوازي عمل الجهاد الكفائي. أحسنتم. لكي نتخلص. صحيح. من هذه الافه الكبيره. احسنتم. نعم. بصراحه يعني وقت البرنامج وصلنا تقريبا لربع ساعه الاخيره، ممكن يعني احنا ذكرنا ما هي الحلول وما هي الواجبات ومن هو المسؤوليه على من؟ المسؤوليه على الكل وخاصه الدوله، لانه عندها مساحه مفتوحه من اقامه المشاريع وتطوير الشباب وايضا حتى فرص العمل البسيطه. يعني ممكن ليس عمل مستمر، ولكن مثل ما ذكر دكتور عقيد خلال فتره العطله يعمل بشيء بسيط وممكن يرجع للدراسه. يعني خلق روح المسؤوليه عنده. احسنت. نعم. واحساس بالوطنيه، ولو حتى مادة الوطنية شالوها من المهم. فاليوم نريد نحكي عن قضية حساب النفس، كيف أحاسب نفسي، كيف أعاتب نفسي، كيف أضع نفسي في ميزان المراقبة أو في كاميرا المراقبة، وانس كلهم يحبون كاميرات المراقبة، كيف أراقب نفسي، كيف أصحح من نفسي من خلال أعمالي وتصرفاتي اليومية. في الحقيقة هذا الجانب يصنف على علم الأخلاق، والأخلاق في القرآن الكريم ذكرت بأكثر من 300 آية قرآنية. وحتى أن من أكابر مفسرين الإمامية ينص على أنه من أسمى أهداف الأنبياء هي الأخلاق. ومن أهم المباحث القرآنية مباحث الأخلاق. وذكرها القرآن الكريم في أكثر من 300 آية، وذكر الضد الرذائل، أصول الرذائل اللي عبر عنها المرض في 12 آية قرآنية. القرآن الكريم إذا فتشنا في آياته وجدنا أنه يقدم التزكية على التعليم. ولذا في القرآن الكريم يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم، قدم التزكية على التعليم. كذلك في الآية القرآنية الأخرى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. في آية ثالثة في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا نجد أنه في هذه الآيات الثلاثة طبعا جمعت التزكية مع التعليم في أربع آيات قرآنية. ثلاثة منها قدمت التزكية على التعليم، في آية واحدة قدم التعليم على التزكية. نجد في سورة الأعلى الله تبارك وتعالى ذكر التزكية قبل الصلاة، قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. في سورة الشمس وهي أطول آية في القرآن الكريم في الأقسام، قدم القرآن الكريم 11 قسم. ثم بعدها ذكر قضية الأخلاق وتقديم وتزكية النفس. القرآن الكريم جعل هذه المحطة، محطة الرجوع إلى الله ومحطة التوبة ومحطة الاستغفار ومحطة محاسبة النفس، جعلها هدف أسمى للأنبياء. ولهذا النبي يقول إنما بعث لأتم مكارم الأخلاق، جئتكم بالشريعة السمحاء، خلق النبي صلى الله عليه وآله وأنك على خلق عظيم. القرآن الكريم مدح النبي بمدح كثيرة من صفاته، لكن على قمة هذه الصفات هي صفة الأخلاق. ولهذا أنه نجد في مدارس الأخلاق، في مدارس التوبة، هناك ثلاث اتجاهات لمحاسبة النفس. الاتجاه الأول وهو جهاد النفس،
وهذا مأخوذ عن الحديث النبوي المشهور الجهاد الأعظم. الجهاد الأعظم في قوم ذهبوا سرية مجموعة ذهبوا إلى غزوة وبعد أن رجعوا منهم رجع شهيد جابوا شهيد منهم مجروح منهم مسالم كذا فقال النبي مرحبا بمن قضوا الجهاد الأصغر وما بقى عليهم إلا الجهاد الأكبر. قالوا يا رسول الله كنا في حرب في معركة. قال جهاد النفس هو أعظم الجهاد. ولهذا حتى قيل النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله ما هو أعظم الجهاد ما هو أفضل الجهاد؟ قال أفضل الجهاد جهاد النفس. هذه المدرسة الأولى على نحو الاختصار لأن البرنامج قصير. النقطة المدرسة الثانية وهي مدرسة الطب الروحي. كذلك البدن يحتاج إلى طب بدني كيميائي أو عشبي أو ما شابه ذلك. الروح كذلك تحتاج. هذه الروح عندما تعصى الله تبارك وتعالى علينا أن نعالج هذا العصيان بطريق شرعي بطريق ديني حتى لا يولد حالة ممكن بسرعة كيف نعالجها؟ كيف نعالجها؟ مثلا على سبيل المثال الآن أنا شاب من الشبان يقول مثلا أنا عندي شهوة كبيرة ما أقدر أسيطر على نفسي. هناك أحاديث تدعوه إلى الصوم تدعوه إلى الصوم. هناك مثلا شاب يقول أنا مشكلتي أنه في ارتكاب الحرام الأحاديث النبوية تدعو إلى غض البصر. هناك أكو علاجات كذلك إلى إيجاد البدائل. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا مرات نخطأ في تشخيص البديل. يعني الشاب يقول لك أنا مثلا أحب أسمع أغاني وأنت تقول لي تعال اسمع قرآن واسمع عبد الباسط واسمع منشاوي واسمع مصطفى الصراف الله يحفظه وإسام الكربلاء الله يحفظه أخواننا القراء فيقول أنا خبه لا إحنا نقدر نطيب بديل المواليد نطيب القصائد راح يعيش فيها لأن هذا يحب نغمة معينة فيحب يعيش فيها. المدرسة الثالثة وهي مدرسة السير والسلوك وهذه مدرسة عملية. يعني الإنسان أول ما يجلس في الصباح يتعاهد مع نفسه أنه لا يرتكب الحرام حتى منتصف النهار. يحاسب نفسه فيما مضى إشقد ارتكب حرام إشقد صمت. بالليل يحاسب نفسه. صحيح. يعني مشارطة ومحاسبة مراقبة متابعة. هذا الإنسان في بداية أمر راح يكون شوية صعب راح يكون صعب لكن نتائج العملية. وأكو طريقة أسهل. يعني الإنسان لو يأخذ طريقة النذر الزجري النذر الزجري وطبعا أنا جربته على كثير من الأصدقاء وحتى على نفسي وشفته تحقق. يعني مثلا فد إنسان مبتلي في النذر مثال مثلا على سبيل المثال في النظر الحرام أو في سماع الأغاني في سماع الأغاني مثلا فالإنسان لو يعاهد الله أو ينذر لله عليه نذر إن سمعت أغنية واحدة لأصومنا مثلا أسبوع بلا انقطاع أسبوع متواصل. أنا لما أريد أسمع أغنية وأتذكر أنه أنا عندي نذر رادع. زجرا رادع راح أصوم أسبوع فقطعا راح أتنازل عن هذا لأنه الأسبوع وبدون انقطاع أسبوع متواصل صعب شوية راح يكون علي أو أحرم نفسي من هذا. أو كان أحد الصالحين كان يعاقب نفسه إذا ما قعد إلى صلاة الصبح ذاك اليوم يصوم. فهذه طريقة عملية يقدر الإنسان أنه هو ذنب ذنب يبتعد عنه رذيلة رذيلة يبتعد عنها. وأهم من هذا أهم من هذه المتابعة أن ينتقل من البيئة السيئة إلى البيئة الصالحة. أصدقاء السوء أخواني حتى لو كنت جالس في منطقة وهذه المنطقة أنه منطقة سيئة لا سامح الله عليك أن تغادرها حفاظا على عائلتك حفاظا على أولادك. مدرسة معينة ابنك شفت أنه بدأ يسمع ألفاظ سلبية بها يتعلم أشياء نقله من مدرسة إلى مدرسة أخرى. سكنك مقر عملك. ولهذا الله تبارك وتعالى طلب الهجرة طبعا طلب الهجرة مو فقط من الكفر إلى الإسلام لا حتى من النفاق إلى الإسلام من النفاق إلى الإيمان. ولذا هناك أدوات. أما واحد يجي يقول والله أنا شوفوا شنو البلاء اللي واقعين به إحنا العادات والتقاليد. ولهذا خلي كل الناس تسمع ترى عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وجد هناك عادات سيئة حاربها. ولذا على المؤمن من يقتدي برسول الله على أن يحارب العادات السيئة. صحيح. ولا يقول والله أنا ما أقدر هيك أسوي لأن إحنا عاداتنا ومجتمعنا. يا أخي مجتمعنا إذا كان مجتمع بعض المجتمعات الصغيرة إذا كانت غير متدينة فواجبي أما أصلحها وأما أغادرها ولا أتركها. أما أن أسلم لها فهذا هو الجبن وهذا هو الضعف. دائما القرآن الكريم للأنبياء والرسل
يعني نص المحافظه، ولكن هذا ما وجدنا عليها ابان. احسن، هذه مشكله كانت تواجه الانبياء، ولهذا كانوا يقولون لهم هذه العادات والتقاليد هذه باطله، هذه محرمه. اليوم احنا بمجتمعنا تجي تقول للواحد تقول له يا ترى هذا الفعل حرام، هذه العاده سيئه، يقول لك والله هذا مجتمعنا، احنا عايشين بمجتمع. لا، انت لما ينزلوك في قبرك ترى ما راح يغفر لك هذا الكلام. احسن سماحة الدكتور فرج الحسيني الباحث الإسلامي، شكرا لك ولكلماتك وآرائك والحلول المباشرة اللي وضعتها. بصراحة الموضوع يحتاج إلى حلقة أخرى إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله والأسابيع القادمة. شكرا لك ولحضورك. شكرا لك. وأيضا شكر موصول دكتور عقيل الفتلاوي الباحث والأكاديمي، شكرا لك دكتور على جرؤتك وملاحظاتك الدقيقة، وإن شاء الله ألتقيك بحلقات أخرى إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. وشكر موصول لكم سادة المشاهدين. دائما نقول برنامج تصحيح مو كلها سوداء ولا معناتها كلها المجتمع متدمر، بالعكس احنا نركز على النقاط السلبية لكي لا ينتشر هذا الفيروس العقلي الفكري الإسلامي ويدمر كل التقاليد والقيم والمبادئ الإسلامية أو المذهب الشيعي بشكل عام. حافظوا على أنفسكم، حافظوا على أبنائكم، وإن شاء الله المجتمع يكون أفضل. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج تصحيح. يا الله.